اهلا ومرحبا بكم في جيم لاند. النهارده في واحده من المهمات اللي انا تقريبا كنت عديت عليها او شبه ابتديتها، مش فاكر بالظبط، هي باسم الابواب المغلقه، هي ليفل 24، ولكن اظن ان هي ممكن اخلصها وان كان المستوى بتاعي 17 دلوقتي. المهمة دي بتقول إن دائما ما تخبئ تلك القصور المهيبة المبعثرة على أطراف المدينة نصيبا وفيرا من الألغاز، وما كان ذلك المسكن الواقع على تخوم نوفيغريد يختلف عن سواه. فعندما علم جيرالت بأمر القصر المسكون المملوك لرجل يدعى كورت ديسارت حتى وافق على الفور على تقصي الأمر. فيبدو أن المهمة تخص قصر أو منزل من المنازل المهجورة، واللي بتدور فيها غالبا حاجات مثيرة أو مريبة، ولحسن حظي أنا قريب جدا منه. مطلوب إن أنا أبتدي المهمة بإني أتكلم مع شخص يسمى كورت ديسارت، وده موجود أظن بالأعلى حسب الإشارة اللي على الخريطة، المفروض إن هو فوق. انزل تحت كمان واحدة. اعتقد هو هنا في الغرفة دي. هو ده؟ يا تعال نشوف ايه قصة القصر ده. Yes. Count Kurt Dysart. Are you here regarding the contract? Wanted to hire a witcher, didn't you? I did, but not just any vagabond. One hears all manner of stories about the lunatics of the School of the Cat. Which do you belong to? أعتقد جيرالت مدرسة الولف أظن. مش School of the Wolf. Ah, yes. A good one. I knew a witcher of this school. Barnabas? No. Though his name did begin with a B. Never mind. To the matter at hand. Not long past, I acquired an estate east of Novigrad. I got it on the cheap, you see. The seller was very keen to be rid of it. Now I've learned the building is said to be haunted. Goes to explain the seller's urgency. I do not believe in ghosts. It is that simple. But my men say the house shakes at night. Walls crumble. Why, even the floors move about. Is there anything to be done? A remedy for this? Mesh, okay. Fine. I'm willing to investigate. How do I get there? An orchard adjoins the property. The house itself you should recognize easily. Cracks cover its walls. Is the key. And good luck. All right. يلا بينا نروح على المنزل المسكون. بالمناسبة أنا كل الطقم اللي أنا لابسه حاليا هو طقم الجريفن المحسن، شامل كل حاجة بما فيها الدروع والسيوف والطقم الكامل. والآن تعال نشوف المهمة دي في أي منطقة. اوكي، ده في منطقة معزولة واقرب حاجة ليه تحمط الهواء الراقصة. اوكي، وايه دي علامة السفر؟ يلا بينا على طاحونة الهواء. انا خمنت ان جيرالت مدرسة الولف، يعني ده تخمين، انا مش متأكد الحقيقة، بس بالرمز اللي هو بيلبسه دايما الميدالية على شكل ولف، ودايما الناس بتناديله باسم الذئب الابيض او الاشيب، فده تخميني. طبعا اللي بيلعب اللعبة دي من بدايتها والاجزاء السابقة اكيد عارف التفاصيل دي. اذا نحن في مهمة، واحدة من مهمات تطهير منزل من المنازل المسكونة. هل هو مسكون فعلا؟ ولا حد بيحاول يظهره على انه مسكون؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي لما
نقرب للبيت. الجو زي ما انتم شايفين ممطر وفي رياح شديدة. مسكن مولدي هو ده البيت اللي بتكلم عنه. So this is the haunted house. نفتش القصر بقى نشوف ايه الحاجات المريبة اللي فيه، هل فعلا في اشباح ولا وحش ولا حد بيتلاعب. كمان بقى ليه علامة كمان. اوكي المدخل مفهوم من هنا، بس قبل ما ادخل احب ان انا اخد لفة كده حوالين البيت. هنا بعض العلامات اهي، بس يبدو ان دي دي مجرد اشجار او اعشاب. لغاية دلوقتي انا مش شايف اي حاجة او علامة مميزة على المكان من برا، فاذا يبدو ان الشغل كله هيبقى من جوه. القصة كلها والمهمة كلها هتكون داخل القصر. يلا بينا يا جيرالت. فعلا البيت بيتهز. Whole building shaking, but a specter would have attacked me already. وأكل. Inhabitants clearly left in a hurry. اوكي اللي كان ساكن هنا ساب البيت باستعجال، عنده حق طبعا، البيت بيترج رجة شديدة جدا الحقيقة. غالبا ده ممكن يبقى وحش كبير تحت البيت هو اللي ممكن يسبب الرجة الكبيرة دي. خدنا وصفة جديدة هنا، كتب. يا له من منزل جميل، لا أستطيع أن أصدق أننا تمكنا من شرائه بهذا الثمن الزهيد. تتمتع فاليريا دائما بعقلية تجارية، وقد ساومت الوسيط بشدة حتى أنه خفض السعر بمقدار الثلثية للروعة. مش عارف ايه، لقد زارتنا فاليريا مش عارف ايه. لقد سمعت فاليريا بعض الدقيق في الليل، وقد أيقظتني عدة مرات ولكني لم أسمع شيئا. لقد سمعتها هذه الليلة، إن الجدران تهتز. لقد علمت فاليريا من الجيران أن هذا المنزل كان يسكنه في السابق ساحر قوي، وقالوا جميعا أنه كان يستعين بالشياطين وأن الروح لا تزال تسكن غرف المنزل، وأن الناس يعتقدون في أمور غريبة. فاليريا قررت الانتقال من مرة أخرى إلى منزل والدتها حتى أفعل شيء في بخصوص المنزل، ربما أعيد إطلاء الجدران، ولكن لا تلمح ذلك. بدأ القص يتساقط، وبدا لي أنني سمعت ضجيج الليلة الماضية يشبه الهدير المكتوم. لقد عادت فاليريا ووجدت مشتريا للمنزل، ولم تثر أي شكوك حيث تظاهرت بأنها أرملة ساحر وتبيع التركة بعد وفاة زوجها المؤسفة في كفة الميزان، وظن الأحمق أنه قد فاز بصفقة ثمينة. لبسوا البيت لواحد مسكين ما يعرفش. كتب عن رادوفيت، تعدد الأشكال. اوكي في أي ملاحظات تانية؟ لا. اوكي إذن البيت يبدو أنه هو فعلا اهتزازه ده ليه علاقة
Scattered salt. قوة غريبة. Probably to drive ghosts away. Pointless superstition. Okay. الأصوات والجو كلها بتوحي بشيء غامض. حاجة رون كبير وعم فلورين. دب على الكالسيوم. اوه بتهز جامد فعلا. مادة فاينستون عشب. وادي اعتقد دي الحيطة دي قبل ان انا اكسرها. ارض حالة ارض. لا فتش القبر. معنى كده ان الباب ده مبيوديش على اي مكان. اوكي كله فلوت. كبيرة بتجول في المكان. واضح انه حاجة كبيرة جدا. Not the root of any ordinary plant. Must be magic. Okay. Looks like a journal. مذكرات أمافريك سورانو. عند التعامل مع كائنات من هذا النوع فمن المهم للغاية تحقيق التوازن بين إطلاق العنان لإرادتها وإعاقة حركتها بقيود العبودية. ولا ينبغي للإلمنتلايست الحصيف الذي روض تابعا سحريا أن يصغي للرغبة الخبيثة رغم حلاوتها لحل قيود الكائن، لأن الضرر الوحيد سيأتي منه سوف تكون ثمرة ذلك البكاء وصر الأسنان. وبالمثل فإن الذي يبالغ في شد نير خادمه لن يجني شيئا من وراء ذلك، لأن الكائن المغلول سيكون أبكم ومملا مثله كمثل قطعة من الأرض. والحل هو إعداد حاجز سحري مناسب تتعزز فعاليته ببلورة القوة. وعلى أن تكون هذه البلورة للقوة في غاية أهمية. ترجمة هنا بصراحة مش مظبوطة. طيب هو خلاصة الكلام اللي أنا فهمته إنه إن في مخلوق ما أو كائن ما سخره. في وحش أرضي. واضح إن السحر اللي كان ساكن البيت ده كان بيحاول يروده. ولكن يبدو كده ان الامور ما مشيتش كما ينبغي. او قد يكون الراجل مات والوحش هو اللي بقي. يبدو وهو واضح جدا ان ورا الباب ده الوحش. بس انا مش قادر ادخل من هنا. واظن ان انا هحتاج اعدي من الناحية دي. انا لمحت علامة حمراء الحقيقة. وانا بعدي الجسر الصغير ده في حاجة منورة احمر هنا. على اي حال هو ده يبدو الطريق الوحيد. مفيش طريق هنا. بس انا هستكشف المكان هنا الاول. هل في اي حاجة تحت في المية؟ مفيش اي حاجة هنا. كمل. ولا هنا. ولا هنا. اوكي.
يبقى نطلع من هنا. يبدو ان ده اللي بيفتح الباب. المحاول اللي فتح الباب. Something clicked. اكيد ده الباب اللي كان مقفول الناحية التانية. اعتقد دي فرصة مناسبة ان انا ابتدي استعد. وانا مش عارف نوع الوحش ايه تحديدا، ولكن هنستخدم الزيت العام، اعتقد ده انسب حاجة. هرجع. لا اقدر اطلع هنا. اعتقد من هنا. يس. فعلا الباب اتفتح. واو. خلينا نعمل سيف بقى. ان يبدو انه هيكون صراع صعب، وخاصة المهمة دي الليفل بتاعها اعلى مني بشوية. واحد من الوحوش اللي هي الصخرية. Ceiling would have caved in if not for this support. Diamond. Okay. سقف هيهوي. عمود يكون ده تلميح ليه لان انا مفروض اكسر الدعامة دي. جبت الحاجز السحر. ده ازاي بقى؟ اعتقد ان انا اكسر ده. متوقع ان السقف يقع عليه. هل في دعامة تانية؟ في علامة ورا، هي دي ممكن تكون هي دي. هي دي طبعا. دي علامة اجن اظن، ولا علامة ايه؟ دي علامة ارض. اوكي، تقدر تستخدم هنا ارض. كده بقت المواجهة صريحة. ده بقى مش هينفع معانا كتير. ايدك طرشة، ايدك طرشة. طيب احنا نجرب معاك اول حاجة الدنيا دي. ولا ليها اي لازمة معايا. ثواني، انا حاطط الكنابل الغلط اصلا. الكنابل دي مش هتأثر معانا. سموم. دي اهم حاجة. بالاضافة. فاضي يا جيرالد. تقريبا ينفع معاك. اوكي، خد دي. خش بقى عليه يا ابن اللذينة، يا ابن اللذينة. لازم تبقى قريب مني. خد الدرع تاني يا جو. هو لازم طول الوقت هنا تبقى حاطط الدرع، لان الخبطه بتاعته غبيه جدا، فلو خبطت واحده زي دي كده
زي دي كده هتبقى القاضية، مش هتستحمل غير واحدة. اوكي اه لازم تضحي بانك تضرب كام ضربة بس وانت لابس الدرع، مفيش مشكلة عشان تقدر توصله بدون كده، مش هتقدر تقرب منه. كان ضرباتي معاه الحقيقة مش مؤثرة خالص، يعني أنا شكلي كده هقعد أضرب في بتاع نص ساعة عشان أخلص الهيلث بتاعته، الهيلث بتاعته كتير أوي الحقيقة. أوكي أنت محتاج سم، كنت محتاج أحط بس أنا حطيت أوريدي سم زيت على السيف بس الحقيقة مش مؤثر معايا، واضح انه ما كانش زيت الصحيح. انا كنتش عارف الحيوان في الاول هيطلع اي نوع من الحوش، ما كانش واضح. طيب انا فاضل معاك قنبله اديها له، دي بتديني فرصه اضربه كام ضربه كده على السريع. دي ابطأت حركة شوية بس انا مازلت برضو عشان اقرب تمام. حزرات حزرات كنت خلاص هتزري الحقيقة أسكت على واو سيبنا لما الدرع يرجع تاني. اهمك بقى دي فرصة اضربك، مش لاحق اضربك مفتري، لا هضربك مش مديلي فرصة، مش مديلي فرصة. اعتقد ده اجرب مع اردن اشوف هل هتبطئه فعلا ولا هيتأثر عليه ولا لا. لا شو هلا ليها اي اثر عليه. ارجع تاني لكوين، وطبعا النار دي مش النار مش هتأثر معاه اكيد 100%. اهمت بقى هو الفايتنج ده هيستمر كتير بس الحال اللي شاغلني دلوقتي ازاي اخلي ضرباتي اكتر تأثيرا عليه عشان مقعدش ساعتين تلاتة بطل فيه. هو رخر بيعمل درع
هجرب معاه اكسي اشوف هل هتتأثر معاه ولا لا. جايز جرب كده معاه اكسي ولا طبعا ولا هتأثر فيه. ده صخر يا باشا صخر صخر. اوكي كأنك بتضرب في جبل بالحيط حرفيا مش مبالغة. هو فعلا حيطة علي. خش علي. ايوه خش علي. يا كويس. اوه تقريبا النص الهيلث بتاعته كده. ايه السيف هيتكسر وهو لسه ما جاتش صحته حتى اكتر من نص. ده سبب من الاسباب اللي يستحسن ان انت ما فيش حاجه. ده بيعمل هيلث لما تبدا تاخد بالي دلوقتي. ده بيعمل الزر ما بيعمل هيلث بطريقه ما. بس عايز اعرف ايه التكنيك اللي بيعمله عشان يعمل هيلث، لان الهيلث بتاعته انا بحس انه زايد شويه. واضح ان انا مكنتش حاطط الدرع. لازم اضحي ببعض الضربات علشان الحقه والا هنقعد بالصدر. اوكي واحده بقى. البوشن عندي خلص. حط الملك. ايه تاني بيقوي هنا او يدي اي قوة ضد يزود الاتاك يمنحك اصلا؟ حاجة ضد خلينا نشوف في السجل. دول كانوا دول تبع وحوش العناصر اظن اللي بينفع معاهم قنبلة الدمريتيوم وزيت البنيات وعلامة كوين. مفيش غير كده. زيت البنيات ده الوحش تحديد الدمريتيوم زيت البنيات. طيب وانا حاطط دلوقتي عندي قنبلة ايه؟ فترة الشيطان نجم حلم سموم. حطها اوكي وعلى امل انه ده يفرق معاها شوية. مش ولا
كده بيعمل هيل هيل مش عارف كده لما بيقف كده ساكت كده بيعمل هيل لازم اخلي عين عليه كل دي ضربة اوكي ارحم نفسك شوية بقى ارحم نفسك شوية تعالى بقى تعمل هيلينج كده ولا ايه فلت منه بمعجزة الهيلث بتاعته مش عايزة تنزل عن الحتة الأخيرة الربع الأخير ده مش عايز يتحرك مش عارف ليه هتدي واحدة خش عليه بس تقريبا كده ان القنبلة دي على ما اظن كده على ما اظن ايه ده ايه ده انا ازاي هيلث دي انا قست هيلث ازاي انا قست هيلث فانا مش واخد بالي ابدو ان القنبلة دي اثرها عليا كمان احسن ان انا ما اروحش عندها ان واضح ان اثرها مش عليه هو لوحده ماله تنح ليه كده انا ملاحظ الربع الاخير في الهيلث بتاعه مش عايز اتحرك الضربة بتاعته اخترقت الدرع الكوين وكمان موتته المشكلة الوقت اللي بيستغرقه القتال معاه الحقيقة طويل قوي وده راجع لان هو اعلى مني باكتر من 5 ليفلات ودي الحقيقة قاعدة عامة في اللعبة ان اللعبة بتخلي اثر الدامج بتاعك على الاعداء اللي من النوع ده حقيقة مش مؤثر قوي عليهم ده زيت البنيات هو ده الزيت المناسب ليه و القنبلة حط قنبلة الديمريتيوم وشيل دي وحط الرياح الشمالية و حاول بقى على قد ما اقدر معاه كده كله في السليم على بقى نجرب اعمل سيف تاني عشان ما احتاجش احط الزيوت دي تاني لو مت almost managed to break its magic bonds a few days more and it would have wreaked havoc all around Come on.
اضرب بص اضرب اضرب صح الفيلا دي لازم تعمل عنها عامل بوشن حظة حلوة جرب اضرب اضرب يا ولد اضرب What time is it? Oh, I'm just about to get up. Oh.
مشكلة. خد الدرع تاني. دي الوحيدة اللي هي بتضايق في الرؤية شوية، متقدرش تشوف كويس الحقيقة، بس هي دي القنبلة الوحيدة اللي باقي معايا إلى حد ما أو نوعا ما يعتبر مفيد في المواقف دي. مش هينفع مع الدادج، ده لازم الرولينج هو اللي يفهم عنه. تعمل ذكي يعني. دايما الربع الاخير في الصح بتاعه ده مش عارف بيبقى فيه ايه، ولا لابس هاي هو بيزيد. ولا انا لبستها دي حاسس ان كان بيصغر كده عمال ايه دي الفكره دي واحده من الحاجات اللي قدام عليها هو المكان الضيق ده مفيش لاك كمان مش لاك متقدرش تعمل لاك عليه بقى. ملعون موت يا ملعون. اوكي خش عليه جرب شكله تعب. جرب المسكين شكله تعب صراحة. كتخيره كتخير السيف اللي انا بضرب فيه ده الحقيقة انه اللي بضرب فيه السيف مش صح. كنت ناسي مش لمس الدر. الطوب اللي في الارض ده على فكره بيضايق الحركه، حاجه من الحاجات اللي
بتضايقك في الفايت ده لما تيجي تعمله الصخور اللي على الارض دي والبواقي دي. اوكي مش عارف انا فلت منه الطريقة متأكد ازاي الضربة دي. اوكي بلاش مغامرة، لازم فعلا ما غامرش لان ضرباته بتخترع الدرع، وانا المرة اللي فاتت اتوقع على ان الدرع هيصد الضربة، بس الحقيقة الضربات القريبة قوي الدرع ما بيستحملهاش. اوكي كنت هغلط نفس الغلطة. المشكلة الحقيقة دلوقتي التحدي الحقيقي هو في القمر. خلص عم خلص الطوب اللي في الارض الارضيه بعد ما اتعوجت كده اصبحت طوق الحرب غريبة. يلا فاضل واحد يا خرب بيت سنينك. نص ساعة بضرب فيه. اوكي قبل ما امشي هل في اي حاجة هنا؟ مفيش. اكسر ده بس السيف. اوكي على قد ما كان فايت صعب بس كان ممتع الحقيقه، خد وقت طويل بس النتيجه في الاخر كانت ايجابيه لحسن الحظ. استهلكت كل البوشن اللي معايا وكل المشروبات الاسترينس. في صندوق هنا دفعتني ازاي ده اوكي طريق الخروج، وادي صندوق تاني. يلا بينا. اخيرا في الواسع. اوكي نتقابل هناك. يلا بقى ناخد اجرنا على المهمه المتعبه دي. Yes. House shouldn't give you any more trouble. A little renovation and it should be fit for you to move into. Truly? Why the estate's price just spiked sharply? What precisely was the problem? Earth elemental trapped in the cellar. It was just trying to get out. Almost demolished the house in the effort. Far more interesting than a ghost, that's certain. And the cellar you mentioned, is it in a state to be furnished? Hard to say. Oh, I should see. Ah, your bounty. There you are. And farewell. You're there. وتمت مهمة الأبواب المغلقة. أتمنى تكونوا استمتعتوا بها. أنا استمتعت الحياة بالمهمة دي وبالتشالنج اللي كان في البوس فايت ده، وإن شاء الله نتقابل في الحلقة اللي جاية وجزء جديد من The Witcher 3.